بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ده الفيديو الثاني. انا كنت نزلت فيديو امبارح على سباق الامطار الاخيره للثانويه العامه، ازاي عمليه المراجعه تتم في الفتره المتبقيه من العام. فقلت بعض الناس مش هيبقى عارف ازاي يقسم يعني جدول المراجعه، يعني ممكن يتوه، ممكن برضو ما ايه. فانا هعمل لك النهارده ان شاء الله جدول للمراجعه باذن الله، بحيث ان انت تقدر تراجع ايه، تراجع زي ما اتفقنا في الفيديو السابق، تقدر تراجع وتحل امتحانات للفترة المتبقية. معاكم ناصر سالم من أكاديمية قلم للتعليم والتدريب. الجدول أنا عملته على ملف إكسل، ودي يعني بعض الأشياء برضو، التنبيهات المهمة قوي للسنة دي ولأي سنوات بعد كده قادمة. أنت معاك موبايل، والموبايل فيه برامج، تقدر تنزل برامج جدولة، برامج لعمل المهام، تقدر تنزل تطبيقات على موبايلك تساعدك في انك تهندل المراجعه بشكل جيد، والتذكيرات والتنبيهات وهكذا. فاستغل التقنيه ان انا اقدر ايه، ان انا اقدر ادي المهام بتاعتي بشكل ايه، بشكل إيه جيد. خلينا كده نروح للاكسل. هسيب لك ان شاء الله رابط الملف، فقط تنزله وتعدله زي ما انت ايه، زي ما انت عايز، حسب تعديلاتك اللي انت هتحتاجها في المراجعة. خلينا كده نروح للإكسل. ده ملف المراجعة، أنا بكتب فوق كده جدول المراجعة النهائية، وبكتب رسائل تحفيزية ليا فوق: يا ناصر مفيش وقت، لازم تبدأ، لازم يعني أبدأ من بعد صلاة الفجر، بحيث إن يبقى من بعد فترة الفجر لحد مثلا صلاة الظهر قبل ما تروح دروسك وكده، يكون فترة تقدر يعني تعمل فيها أو تنجز فيها كثير من المهام. أنا دايما بحب التقسيم بالفترات مش بالمواد، يعني انا الفتره دي اذاكر فيها ايه، اذاكر فيها مواد مثلا كذا وكذا، يبقى الفتره مادتين. يبقى انا عندي اليوم هنا، ادي الايام اهي متقسمه. طيب انا عندي عايز احسب على شهر ونص، ممكن اروح مظلل كده مثلا اسبوع كامل، اظلل مثلا الاسبوع الايه، الاسبوع البرتقالي ده، وبضغط هنا كليك يمين وبضغط على ايه، انسرت، يروح ضيف لك اسبوع، تبدا تكتب بس الايه، بحيث ان انا اعمل الفتره بالكامل. طيب العمود الاولاني اللي هو اليوم، العمود الثاني بكتب الايه، بكتب التاريخ، وممكن تكتب التاريخ ويحدد لك تاريخ اليوم، مش مشكله اكتب التواريخ، ومش شرط العمود ده اصلا، يعني انت بتبقى عارف، بس يفضل انت كاتب التاريخ عشان تبقى عارف ان انت بتذاكر ايه النهارده. الفتره الاولى نخليها فتره اللغه العربيه، اللغه العربيه عشان اجزاء كتيره، فانت محتاج بعض الحاجات، بعض النصوص هتحفظها مثلا، ولا بعض مش عارف، يعني انا مش متخصص في اللغه العربيه، فانت ظبط حالك. انا بقول ان اللغه العربيه يبقى احل امتحان ويوم اذاكر واحفظ، احل امتحان ويوم اذاكر واحفظ وهكذا، يبقى يوم للغه العربيه، وماده تقيله، ماده عليها 80 درجه، مهمه قوي. الفتره الثانيه دي، الفتره الثانيه مش الثالثه، الفتره الثانيه هخليها ايه، خلينا نعدلها هي الثانيه دي، هتبقى فترة اللغات، اللغة الإنجليزية مع الفرنساوي، الإنجليزي مع الإيطالي، حسب الإيه؟ حسب المادة اللي عندك. الفترة الثالثة فترة العلوم، أنت عندك أربع مواد للقسم العلمي، أربع مواد علوم، وعندك أعتقد إيه؟ أنت عندك بحت أربع مواد للرياضيات، فأنت برضو هتقسم، لو أنت قسم العلمي علوم هتقسمهم هنا ايه، مادتين علمي علوم، ومادتين علمي علوم، احياء مع جيولوجيا، كيمياء مع احياء مثلا، او كيمياء مع فيزياء، حسب ما بتقسم. هيبقى امتحان فيزياء، امتحان جيولوجيا، امتحان فيزياء، امتحان جيولوجيا، امتحان فيزياء، امتحان جيولوجيا وهكذا.
امتحان كيمياء امتحان احياء، امتحان كيمياء امتحان احياء، وهكذا. في الرياضيات اقسمها الرياضيات بحتة مثلا، هيبقى تفاضل وتكامل وجبر، تفاضل وتكامل وجبر، تفاضل وتكامل وجبر، وهكذا. يبقى انت في الاسبوع على الاقل هتلاقي المادة تكررت 3 مرات، على الاقل المادة تكررت 3 مرات. انا مش حاطط هنا ايه يعني، ممكن تكون تبقى انت متعود تخلي الجمعة اوف ولا حاجة، لا ما عادش بقى ايه، ما عادش في اوف ولا حاجة، تبدأ تخلي تدخل الجمعة مع المواد بتاعتك. عشان احاسب نفسي انا هنا اللغة العربية امتحان تم بكتب 1، طيب امتحان الانجليزي تم بكتب 1، وهنا تبص تلاقي بيحسب لك هنا نتيجة اليوم، نتيجة اليوم. يعني مثلا لو كتبت هنا 0 على سبيل المثال، انا ما حلتش امتحان فيزياء، هتلاقي كتب لك 3 هنا، وهكذا بقى. يبقى كل يوم انا طبعا بحط الحاجات دي، انا اللي بحطها، وبحط الفترات ووقتها. انا حاطط لك فترات كده يعني تخيليه، انت حط الفترات المناسبه ليك. انا عندي درس مثلا او درسين في اليوم او كذا، بظبط حالي على ايه، على الدروس والفترات البينية، وخلي فترات راحة، ممكن فترات نوم مثلا من الساعة 2 او من الساعة 1 للعصر، يبقى 2 ساعة نوم ولا حاجة. برضو مهم قوي ان انت ايه، ان انت تريح جسمك من بعد 4 للساعة 11 ولا حاجة، ولا 10، بحيث تنام بدري وتصحى الفجر، يبقى ممتاز جدا جدا جدا. حاول تأقلم نفسك على جدول، ممكن جسمك يتأقلم على جدول خلال يعني أيام معدودة، بس يكون عندنا إيه؟ عندنا إرادة. بعد كده إيه اللي بيتم؟ هتلاقي عبيت، بيديك نسبة الإنجاز تحت، اجمالي الامتحانات اللي انت حليتها ونسبة التحصيل. انا هسيب لك الملف، انت بمجرد هيبقى عندك القالب ده، تزود الايام زي ما انا قلت لك، ممكن ازود مجموعة ايام من هنا، يعني ممكن اظلل كده وازود اسبوع، يعني مثلا عايز ازود اسبوع بحسب شهر ونص، يعني اضغط كليك يمين وانسرت، هيزود لك الاسبوع، ابدا اكتب، وهنا هيحسب لك التحصيل بتاعك. التحصيل بمعنى عدد الايام اللي موجوده ديت، هتتضرب في 4، في 4 اللي هي 1 2 3 4، وبقسم عليهم مقدار الدرجه اللي انت جايبها، يديك بقى 29%. هتلاقي النسبه ديت اتوقع اللي هي هتجيبها في ان شاء الله في الامتحان. يعني انت لو حليت المراجعه بنسبه 100% ان شاء الله مش هتقل عن 90% في الامتحان، 80% ان شاء الله تجيب 80%، وهكذا حسب ايه، حسب النسبه ان شاء الله. انا متوقع لك النسبه اللي هتحطها هنا ان شاء الله هي اللي هتجيبها. ودايما حفز نفسك على ايه، على يعني ان انا يعني ما امشيش مع نفسي وما امشيش ورا نفسي، لا امشي ورا خطه زي ديت، بحيث انها تبقى قدامي كمقياس. ولي الامر يحاول بقى يتابع ابنه بالجدول ده، يتابعه، يا ابني انت عملت كم امتحان النهارده، انت عملت كم امتحان، بحيث ان برضه ايه، لما الولد يشوف ان ولي امر متابعه معاه او متابع معانا، ولي اولياء الامور يعني ساعات في كثير من الاحيان بيرضوا ضمائرهم فقط، ابنه بيروح دروس وبيجي، فهو يعني شايف ان ابنه شغال، انما ما فيش متابعه دقيقه تقول شغال ولا بينجز ولا ما فيش جدول زي كده. ان شاء الله هيؤدي هذه المتابعه بشكل ايه، بشكل جيد. هذا الجدول ينفع للمراجعه، ينفع للمذاكره ايضا، المذاكره العاديه، ينفع لطلبه يعني من ثالثه اعدادي واي سنه، ممكن انا ايه كولي امر اقدر اتابع ابني من خلال هذا الايه، هذا الجدول البسيط. ان شاء الله هحط لك الجدول، لينك تحميل الجدول في الديسكريبشن، حمل الجدول وخليه على موبايلك، ولي الامر حمل الجدول وخليه على موبايلك، بحيث ان انت تقدر تتابع ايه، تقدر تتابع ابنك في كل يوم، تقول له يا ابني حليت كم امتحان النهارده، حليت 4 بابا مثلا، تكتب له 4، تكتب له، بحيث ان انت في النهايه تبص تلاقي ايه نسبة الإنجاز في الأسفل. أتمنى من الله عز وجل إن شاء الله أن يجبركم في هذا الامتحان ويوفقكم توفيقا كبيرا إن شاء الله بالتوفيق والتفوق، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.